لأن الدولة مي على حق، وكانت معيشة العالم ضرالة يعني، تضحك على الشعب المسكين. مرة كنت عند رحت على الربيع عدي، قلت له شنو وضع الدولة عندكم يعني، مثل عندنا أجدان يسوون الإجرام. عندي يقول لي والله من نهارين تصبم بنية هي رايحة على السوق، وتعرف مستحليها ابن الحرام، والمهم جاي انه محاشيها وكذا، انه شو رايك تتزوجي من الحكي من فعلانه. المهم اخذها متحجج، ليش مي لابسه جرابات يعني، لابسه بس الكلاش. ليش متي لابسه؟ ليش جدان حرام؟ وانها مقنعه كامل يعني، هي بس انه لابسه شحاره بالدم. اخذها على الحسبه واغتصبها. راحت هي على الهيئه الشرعيه اشتكت عليه، قالوا لا هاي مرضانة نفسيا يعني. ما استقبله. اي وحلفوا قال هاي يعني يقول جيراننا يعني، قال اغتصبها يعني، مارس عليها اكثر من مره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اوصي اخوتي المنجيلي والاصغر مني انه لا يقرون بالدوله وينضمون لها. مرة انه وقت طردموا الجيش الحر، قاموا يجون على المناطق يعني يهججون، هججموا العالم يعني عن بيوتها، خلونهم ينامون بكر الاطفال والنساء. اتمنى يعني كل شاب من جيلي ولا اصغر مني يبعد عن الدولة الاسلامية، أتمنى أهاليتهم يعني ينصحونهم ويبعدونهم ويقعدونهم ببيوتهم. أحب أقولهم إنه لا يفكرون يجون على داعش، إنه يظلون عند أهاليتهم أحسن لهم يعني، لأنه داعش مي على حق، و يعني مي هي اللي تطبق شرع الله. مي هي يعني بس الاسم الدولة الإسلامية.